طبعا انا متشرف بيك النهارده جدا اللي انت موجود. انا يعني كان حلم حياتي اصلا اقابل حضرتك. تسلم لي دايما. انت طبعا انت عندي على الواتس واللي هو بتبعت لي الحاجات الكود بتاعت الموتيفيشنال والكلام ده والفيديوهات بتاعتك. فانت كنت من اول القدوه بتاعتي اللي انا نفسي اول ما دخلت على اليوتيوب اللي انا ابقى واحد زي حضرتك. وان شاء الله هتوصل. انا فاكر رسالتك اول ما بعت لي قلت لي انا عايز اكون موتيفيشنال سبيكر واعمل ايه، فاكر ان انا نصحتك بكام حاجه مش عارف انت فاكرهم ولا لا. لسه عندي لحد دلوقتي. وان شاء الله هتوصل. يعني انا بشوف فيديوز بتاعتك وبتابعها وان شاء الله انت هتوصل. يعني هو انا دلوقتي وصلت ل 1500 سبسكرايب ما شاء الله. فان شاء الله لسه بطور بقى من نفسي الكلام ده وغيرت المحتوى بتاعي خليته موتيفيشن سبيكر ولايف ستايل ما شاء الله. هو بص انت مع الوقت ما تستعجلش وما تزهقش. ما تقولش انا لا لسه المتابعين ما زادوش لسه ما بقوش ملايين او لسه لا. انت خد الموضوع حبه حبه وخلي الموضوع رساله ليك ان انا هفضل مكمل فيها لحد ما توصل ان شاء الله. تمام. دلوقتي بقى الناس اللي هي مش عارفه حضرتك تمام لو بسرعه كده تقول كده حضرتك مثلا ايه بالظبط. انا اسمي احمد صلاح، انا موتيفيشن سبيكر ومتحدث تحفيزي ولايف كوتش لو عشان يبقى الموضوع افضل ومحدد اكتر. انا شغلتي ان انا بساعد الناس ان هم يوصلوا لاهدافهم وان هو ازاي يقدر يحقق اللي هو عايزه وازاي الهدف اللي هو يحطه يقدر ان هو يوصل له. حلو. بشتغل بقدم ارشادات بقدم استشارات نفسيه ومهنيه بشكل عام. يعني تقدر تقول انا مش طبيب نفسي بس انا مساعد ومؤهل ليك ان انت تقدر توصل اللي انت عايزه. حلو. طب ده حاجه مع اللي هو الناس بقى اللي انت عارف الناس اللي بتعمل ايفنتات بقى وانت لازم تحقق حلمك ولازم تطلع فوق الجبل والكلام ده. عشان في ناس مفكره للموتيفيشن سبيكر ده اللي هو تنميه بشريه فاللي هو انا هتحفز شويه وبعدين انت لا انت نصاب في الاخر. بص هي كانت الفكره في الاول قبل ما اطلع او قبل ما اختار ان التايتل يكون موتيفيشن سبيكر كان في شويه معايير كده لازم احطها. كان في جزئيه ان انا بشويه فلوس اعمل شويه اعلانات واطلع في ايفنتات واقعد ازعق واقعد اعمل والكلام ده مع احترامي طبعا لكل اللي بيقدموا اللون ده. لكن انا حبيت ان انا اشتغل على ارض الواقع ان الموضوع يمشي حبه حبه بان انا اقعد مع واحد واحد يبدا يستفيد. لو انت استفدت مني يا كريم هتقدر تنتشر. كريم استفاد مني في حاجه ربنا كرمه بقى هو حد معروف بعد كده الدايره بدات تزيد عنده. فجزئيه انك تكون متحدث تحفيزي او انك ده تايتل التايتل ده انت لازم تملاه بتاريخ وصدق مع الناس عشان الناس دول يقدروا ان هم يلاقي نتيجه. لان هو في الاخر لو ما لقاش نتيجه هتلاقي الموضوع يقلك ده فلان قاعد يزعق ويحفز فيا والموضوع خلاص خلص ما قدرتش اعمل فيه حاجه. المهم النتيجه هو ده اللي انا بوصل ليه انك تاخد حاجه حقيقيه تقدر انها تغيرك ان شاء الله. يعني حاجه زي استشاره كده مش ايفنت خلاص وبيمشي. لا انا لو انت ما خرجتش من عندي تعرف تعمل اللي انا قلته لك يبقى في مشكله. في مشكله عندي في ان انا اوصل لك الموضوع وفي مشكله ان انا هيئك لده ان انت تعمله. لكن انا ممكن اقعد اقول لك كلام حلو كتير جدا ما تعرفش تعمل بيه حاجه. لكن لما اجي ابدا اوضح لك الموضوع حبه حبه واقول لك تعمله ازاي هو ده اللي هيفرق معاك. هو طبعا مبروك جدا على الكتاب حبيبي. تسلم. انا كنت اول واحد اللي اشتريه. يعني تسلم. ده بقى لو انت يعني مين اللي يجي يشتري الكتاب ده؟ بص الكتاب ده لاي بني ادم بيعرف يقرا ويكتب. اي واحد عايز مكسوف ان هو يروح عند طبيب نفسي مكسوف ان هو يتكلم مع حد سواء صاحبه او هيلاقي الكتاب ده ملاذه. دايما احنا بنلاقي ان الكتاب انت لازم تقراه لازم تعرف الكتاب ده بيتكلم عن ايه وتقعد تاخد منه معلومات. الكتاب اللي موجود دلوقتي هو يعتبر اول كتاب تفاعلي تحفيزي في الوطن العربي. تفاعلي تحفيزي يعني ايه؟ يعني عشان تقراه لازم تمسك القلم والورقه وتتفاعل مع الصفحات. شوف الصفحه بتوجهك لايه واكتبه. استحاله لو انا جبت 100 واحد او 10 كل واحد فيهم اخذ الكتاب وبدا يتعامل معاه بالورقه والقلم يطلعوا شبه بعض. لان هو بيطلع اللي جواك بيطلع التفاعل ده ممكن يجي برسمه ممكن يجي بكلام ممكن يجي باجابه لسؤال انت ما عرفتهاش قبل كده عن نفسك. بتبدا تمشي معاه بسيكونس في الاخر الكتاب ده بيتحول انه جزء منك انت نسخه ما فيش منها في العالم تقدر تسلفها لحد. لا ده خلاص بقى بتاعك. بتفتح الكتاب تلاقي في الاول موجود تاليف كل من احمد صلاح واللي الف الكتاب فبقت دي نسخه خاصه بيك. تيجي تقولي طيب انا اشتريته السنه دي هتلاقي نفسك محتاجه السنه اللي بعدها واللي بعدها عشان انا خلاص بقى عندي. تخيل الكتاب ده من 5 سنين انت عملته لما تقعد تفتحه يا ده انا كنت بفكر ازاي ده انا كنت عايز اعمل ايه ده كانت ايه اهدافي. هتتفاجئ ان في حاجات اتحققت وهتتفاجئ ان في حاجات لسه ما اتحققتش وهتتفاجئ ان في حاجات كانت سخيفه انا كنت مقفورها. ده تقدر تقول ان هو مرايه ليك طول السنه وانت ماشي بيها. فانا بنصح بيه اي حد عايز يخوض التجربه حد ما مكسوف ان هو يروح عند طبيب نفسي مكسوف عايز يتكلم مع نفسه ويفضفض. في بقى شريحه كبيره هيخاف ان هو ياخده عشان في ناس بيبقى عندهم هاجس ان انا خايف الناس تقرا ايه اللي مكتوب هنا. اقطع الورقه وتخلص منها لو عندك مشكله بقى. بس حبيبي تسلم. طب اخر حاجه بقى خالص المتابعين بتوعي حاجه تقولها لهم تفيدهم اللي هي كلمه من استاذ
صراحه. انا حابب اقول لهم، حابب اقول لاي حد بيتابعك وبيتابع اي حد في العالم، لو الشخص اللي قدامك ده بيفيدك فانت لازم تستفيد منه بقدر الامكان. لو حسيت ان هو في مشكله عنده ما بيدعمكش قوي او عنده مشكله وخلل، وجهه قول له انت كنت غلطان في كذا. ناس كتير من الفانز اللي عندي كانوا بيوجهوني، في ناس كتير منهم لفتوا انتباهي لحاجات انا كنت شايفها ان انا صح فيها، لا لفتوا انتباهي ليها. وانت خلي عندك مرونه لاي حد يتقبلك في انتقاد، ممكن تلاقي الانتقاد ده حب، ممكن تلاقي الانتقاد ده حد فعلا عايز يبقى حاجه وان هو يستفيد. خد منهم على قد ما تقدر، ده هيغيرك. وانتم انصحوا كريم باي حاجه انتم حاسين ان هو ممكن تطوره ويبقى افضل ان شاء الله. بالتوفيق يا كريم. انا متشرف جدا ان انا كلمت وحضرتك، ربنا يخليك ليا. بالتوفيق ان شاء الله، وقبل ما نحضر ان شاء الله الكتاب بتاعك ان شاء الله.